مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من ملفات. يعيش الكثير حول العالم حاله من القلق، وانتاب دار الكثير من دول العالم بعد الانتشار المحدود لمرض جذري القرود. لكن في مصر الحمد لله لا يوجد حتى الان اي حالات اصابه او مشتبه باصابتها بالفيروس، حيث انه لا ينتشر بسهوله ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويله، وانما ينتشر عن طريق مخالطه المصابين بالفيروس لفترات طويلة. منظمة الصحة العالمية قالت إنها تتوقع المزيد من الإصابة بمرض جدري القرود بعد التفشي في عدد من دول العالم، وقالت إن أعراضه هي الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، ونوهت إلى أن المرض بيكون أكثر حدة عند الأطفال والحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة. وخلينا نفتح ملف مرض جدري القرود الذي انتشر في عدد من دول العالم، وأيضا تراجع الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مع ضيفنا الدكتور أنور أحمد شاهين، أخصائي مكافحة العدوى، عضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مشاهدينا، خلينا نتوقف مع هذا التقرير لزميل أحمد حافظ بعد نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم. نحو نصف قرن من اكتشافه لأول مرة يعود فيروس جدري القرود لإثارة الرعب لدى الهيئات الصحية في 3 قارات حتى الآن، إذ رصدت عشرات الإصابات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأيضا في أستراليا. الجدري من أقدم الفيروسات في العالم، ورصد للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 70ات القرن الماضي قبل إعلان القضاء عليه في عام 1980. وعقب انتشار المرض في عدد من دول العالم، أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تتابع وبدقة الوضع الوبائي العالمي لفيروس جدري القرود وكذلك الأمراض الوبائية الأخرى مثل كورونا، مؤكدة أن مصر آمنة والوضع الوبائي مستقر، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي حالة إصابة واحدة أو حتى اشتباه فيها في مصر. وقالت وزارة الصحة إنها شددت إجراءاتها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابة بالمرض في الدول التي ينتشر فيها الوباء، طلبت وزارة الصحة بضرورة تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تكون حاملة للمرض سواء كانت ميتة أو مريضة، مشيرة إلى أن أي حالات يشتبه في إصابتها بالمرض سيتم عزلها لحظر الإصابة. وطلبت أيضا بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون والحرص على تطبيق قواعد وإجراءات الحجر الصحي للحيوانات المصابة. جدري القرود تشمل أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة والصداع والطفح الجلدي، ولا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروسات لفترات طويلة، وهو ما يرجح عدم تحوله لجائحة رغم الانتشار المتزايد ومخاوف البعض من خطورة هذا المرض. أهلا بكم جديد مشاهدينا. دكتور أحمد شاهين، أخصائي مكافحة العدوى، عضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى. خلينا احنا بنشتكي مع بعض تاني مرة، كنا بنتكلم عن كورونا دلوقتي بنتكلم عن فيروس جديد وهو جدري القرود. دكتور أنور، يعني خلينا نتكلم عن يعني ايه جدري القرود، ويعني ايه ظروف ظهوره؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا سعداء ان احنا نكون مع حضراتكم، وان احنا بنتكلم عن حاجه جديده. احنا بنتكلم في الفتره فاتت من 2019 حتى الان بنتكلم في نقطه الكورونا والهلع والخوف اللي كان بيسود العالم وباء. فطبيعي جدا ان لما يجي اي حاجه تبدا في الانتشار، طبيعي جدا في ان احنا خلاص هنستحضر في ازمنه كارثه كورونا، هنستحضر طبعا نقطه الوباء والخوف والهلع. لكن خلينا نتكلم بصوره عقلانيه وصوره هاديه. الامر مش بالصوره دي، الامر اقل بكتير ان شاء الله. اصلا الفيروس اللي هو الجدري اللي هو جدري القرود المانكي بوكس ده موجود اساسا، كان موجود من سنه 58. اول حاله كان في سنه 58 في الكونغو في افريقيا. كان والنقطه الثانيه، نقطه الجدري اساسا كان انتهى تماما وعلامه منظمه الصحه العالميه في 80 انتهائه على مستوى العالم، وحتى انتهائه
في كان اخر يعني النقطه حتى اللي هي التطعيم بتاع الجولري انتهى على مستوى العالم، الا في بعض الدول الموضوع كان يعني ينتشر او بقايا فيها. الجولري موجود في افريقيا، في غرب افريقيا ووسط افريقيا، السلالة الأقوى طبعا اللي هي في وسط أفريقيا والسلالة الأضعف اللي بتاعت غرب أفريقيا. الخوف واللي هي النقطة اللي الـ WHO حطتها على يعني على طاولة المخاوف، اللي هي نقطة إن هو ينتشر في بيئة مش في بيئته، في مكان تاني غير مكانه، وزيادة العدد. يعني هو مثلا كل سنة مثلا ناخد مثلا من 100 حالة وموجودة في مكانها، فلما العدد لما تتخيل إن هو ينتشر في 3 قارات تمام غير القاره بتاعته، فمعنى كده ان الموضوع قابل للانتشار. الموضوع دلوقتي بدا ان هو ينتقل، والاصابات مؤكده. طيب ان هو لما نتكلم مثلا في انجلترا مثلا بدا ان هو يعدي 50 حالة وقرب 60 حالة في البرتغال، في امريكا، في كندا، في الارجنتين، في استراليا. حضرتك بتقول دي يعني ملوش دعوه لا بالحر ولا بالبرد، ولا هو عدوى، مجرد عدوى. مجرد عدوى، لكن انا بتكلم في نقطه المكان. يعني هو حد هو طوله يعني انتشر ليه؟ طب دي مؤشر ليه؟ هل هو حصل في طفره؟ هل هو حصل في سترين جديده ليه؟ في شكل جديد يعني؟ هل في لازم النقطه دي؟ فالموضوع بيتحط في المخاوف، لازم نشوف السلاله الجديده او الامر الجديد، هل هو سلاله جديده فعلا ولا سلاله قديمه؟ هو طبعا هو السلاله القديمه، بس ليه انتشر؟ ليه طلع بره مكانه؟ ليه بزياده في الانتشار في الوقت ده؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني احنا دلوقتي يا دكتور انور ما وصلش عندنا، لم يصل الى العالم ولا منظمه الصحه العالميه انه حصل فيه طفره ولا ما حصلش فيه طفره، ولا هو ليه طلع بره حدوده؟ لا هو طبعا انا بس بتكلم في كده. ليه هو بيتحط بيبقى فيه قلق يعني؟ هل هو في طفره ولا لا؟ ما فيش طفره خالص. ليه بقى؟ كنا لما نيجي نتكلم عن كورونا بنتكلم ان الكورونا بتتحول باستمرار. ليه؟ لان هو احادي الشريط النووي تمام؟ فلما يحدث فيه طفره او فيه خلل جيني في الشريط النووي، مفيش الشريط الثاني اللي بيعالج هذا الخلل، لا ده الثاني بينتقل وبيزيد وبيتكاثر بالخلل الجيني اللي موجود، فيحدث طفره سواء داخليه او خارجيه في الشكل الخارجي او داخليه في التكوين بتاعه. طيب هذا الامر في نقطه لما نيجي نتكلم على نقطه المونكي بوكس، لا مفهوش، هو دبل ستراند اللي هو الدي ان ايه، يعني هو دلوقتي ثنائي الشريط الجيني، فلما يحدث خلل في جزء اللي قدامه، الشريط اللي قدامه بيعالج هذا الخطا وهذا الخلل، فيرجع الامر لطبيعته تاني، فهي نفس الاستلام بتاعته، هو نفس الشكل بتاعه اللي موجود من وقتها. الحاجه الثانيه نقطه انتشاره، هو دلوقتي يعني هو مفتوح بحث كبير ان ليه انتشر لحد دلوقتي، لم يصلوا الى الجواب النهائي ليه، لكن احنا بنعزي هذا الامر من فتره فاتت. كان في اغلاق على مستوى العالم عشان موضوع الكورونا وتخوفات، حتى من غير اغلاق كان في تخوفات واحترازات ان ينتقل من ان انتقال الشخص من مكان لمكان، لكن دلوقتي الموضوع الاحترازات اتشالت والنقطة الاغلاق فتح على مصر، عارف الموضوع دلوقتي بدا يحدث انتقال الناس من اماكن لاماكن، وهم ودخل ودخول الصيف نقطه يعني السياحه، الموضوع بيشد شويه، محدش عارف مين انتقل من داخل افريقيا ومين خارج افريقيا لحد دلوقتي. الحالات بيتم دراستها، يعني مثلا في حاله كانت في الارجنتين، الحاله دي لسه اكتشفناها بالامس تمام، الحاله دي لقوها جايه من اسبانيا تمام. طب انا دلوقتي ببدا ببحث في اسبانيا، بشوف الافراد اللي هو اختلط بمين والافراد اللي، طب هو حتى مدى صعوبته برضه من صعوبته في الانتشار تمام حضرتك، دي حاجه ايجابيه، وصعوبته في القراءه بتاعته دي الحاجه السلبيه. انا نقطه اللي هو ما بيظهرش عليه اعراض الا بعد فتره الحضانه، وما بيبقاش معدي الا بعد فتره الحضانه. ودي طب خلينا بقى ندخل في نتعرف اكتر على فتره الحضانه دي، قد ايه فتره الحضانه دي؟ فتره الحضانه بتاعت المونكي بوكس ده بتبقى من 6 ل 16 يوم. فتره طويله. من حاجه دي حاجه، الحاجه الثانيه بس الحمد لله فرق كبير جدا ما بينه وما بين الكورونا. الكورونا مجرد ان هو مصاب حامل فتره الحضانه بقى حامل ومعدي.
يعني كان دي مشكله، يعني انا ما حدش ظهر عليه اعراض يعني كانت مشكله. فالموضوع كان سرعه انتقاله من 1 ل 10 متخيل حضرتك؟ لكن دي فتره الحضانه ما بيبقاش لا يرضي تمام. بعد فتره العدوى بعد يعني بعد فتره الحضانه بتاعته تمام، بفتره ان هو ممكن ان شاء الله ان هو يتم الشفاء والانتهاء منه من العدوى من 4 ل 6 اسابيع. طب بس انا هستقف عند نقطه دكتور عمر، يعني هو دلوقتي هو في فتره الحضانه ممكن يلتف خلاص هيبقى مش معادي تمام. طب لو هو ظهر عليه الاعراض في اللحظه دي هو يعدي؟ اه فكره، يعني هو مرهون بظهور الاعراض عليه بالزبط. لو ظهرت الاعراض هيبقى هو شخص معادي في هذه الحاله بالظبط. طب نقطه بقى العدوى نقطه العدوى ازاي؟ العدوى بتاعته عشان كده برضه نقطه الانتشار بتاعته من 0 ل 1 اللي هي الار نوت بتاعته من 0 ل 1 ان هو نقطه الانتشار بتاعته ودي النقطه الايجابيه في الامر ان نقطه الانتشار بتاعته ضعيفه جدا. ليه؟ لان انتشاره صعب. احنا كنا بنتكلم مثلا في الكورونا بالانتشار في الهواء لمسافات طويله او مثلا لو حد جالس جنب حد حتى بعيد عنه بس لو في مكان مغلق ممكن يعني كان في كانت مشكله كبيره وقعدنا فتره طويله على بال ما نكتشف ان هو عن طريق الهواء بالظبط وفتره. لكن هو هنا دلوقتي غير بفتره الحضانه لازم انتقال السوائل من الشخص المصاب مش الفتره الحضانه او المشتبه فيه، لا المصاب للشخص السليم عن طريق مثلا لو في مثلا لو في السواب بتاعته مثلا جت في خدوش في الايد لو الحيوان مثلا او المصاب زي القوارض مثلا او الكلب زي مثلا لو عض مثلا نقطه العض نقطه لو الخربشه بتاعته نقطه السوائل مثلا في العلاقات الجنسيه ما بين الانسان والانسان في نقطه النقط دي فالامر مش سهل زي نقطه الانتشار بتاع فيروس ثاني زي مثلا الكورونا. لا الموضوع ده في صعوبه في الانتقال وفي احترازات قويه يعني هو اساسا مش سهل. فالاحترازات لو حد خد احترازاته بس ان هو يعني لو لا قدر الله لو اللي هو في مكان موضوع ان هو ياخد النقطه الاهم في الامر النقطه الايجابيه ان هو ياخد المصل بتاعه اساسا. فعشان كده نقطه هل هو ان هو يصل لدرجه الوباء ان احنا متخوفين؟ لا مش متخوفين من هذا الامر. هو الحقيقه يعني انا شايفه ان هو من الصور اللي بتطرد ان هو شكل يخوف اكتر من كون هو مخيف حقا يعني فعلا شكل ظهوره الطفح الجلدي على الايدين وعلى المناطق المصابه شكلها اكثر ذعرا رعبا من واقع انتشاره واقع امره. خلينا نتكلم على موضوع المصل ده دكتور انور، يعني احنا بنتكلم عن المصل هل احنا اولا في مصر ما زلنا بناخد اطفالنا بياخدوا من الجدري ده ولا خلاص بطلوا ياخدوه ولا ايه؟ يعني الامر متوقف من التمرينات من التمرينات فيعني بس الاجيال القديمه اللي احنا خدناها ولسه شغال معانا لسه بنطلع على نفسنا. هو طبعا الامر يعني لما بيجي لو اللي هو بتاع الجدري العادي المصل الجدري العادي بيؤثر بنسبه 85% من قدام المنطقه قدام هذا نفس الفيروس تمام. لكن هو طبعا مع الوقت الطويل بيقل طبيعي جدا كفاءه المناعه بتقل طبيعي تمام. فاحنا يعني ممكن يكون كله معرض يعني مثلا هتلاقي حد مثلا 50 سنه مثلا خلاص بدا الامر يعني بتقل هل هو موجود حاليا يعني لم تعلن مثلا منظمه الصحه العالميه عن ان هي بدات انها تتداول هذه الامصال مره اخرى هي ما اتمنعتش. انا بقول لحضرتك كنت بقول لحضرتك هو موجود في البلدان تمام وموجود في البلدان العاديه للمسافرين للبلدان الافريقيه يعني البلدان اللي بياخدها الجدري الموضوع المتوطن فيه ولبعض الناس بس يعني الناس اللي بتشتغل في الحجر الاطباء نفسهم ممكن ياخدوا العاملين في المجال الصحي اللي هم بيتعاملوا مع الحالات دي الامر ده ممكن ياخده. نتكلم على يعني الاعراض بتاعته وهو ايه اعراضه؟ تمام بص حضرتك هو الاعراض بتاعته زي عدوى مثلا عدوى الفيروسيه ايه اللي بيحصل؟ السخونيه وصداع وتكسير في الجسم والوجع قوي في العضلات. هو بيزيد بقى عليه
مبسوطين ومميزين جدا فيه. نقطه البصور اللي بتجعل على الجلد بصوره زي ما حضرتك بتقولي بصوره مفزعه يعني الامر ده يعني دي من العلامات الشديده القويه اللي حتى بتثير الخوف عند الشخص نفسه اللي عنده العدوى ان هو يفكر في, في, في كذا امر تاني. الحاجه الاخيره في الاعراض نقطه تضخم الغدد الليمفاويه عنده بصوره مش بصوره بسيطه بس بصوره قويه. تمام. ازاي هو اكتشف ان عنده تضخم في الغدد الليمفاويه؟ لا ما هو حضرتك دي لما بيلاقي تضخم في اماكن هو مش هيعرف دي طبعا هو الدكتور اللي بيعرفها طبعا ده مش هو اللي يقدر بس لما بيلاقي حد طبيعي جدا يلاقي تضخمات مثلا في الرقبه في اماكن في الراس كده في الجسم طبيعي جدا ان هو بيستشير الدكتور الطبيب بتاعه فالطبيب بتاعه طبيعي جدا ان هو هيبقى عنده المعلومه ان شاء الله يعني. طب احنا نتوقف مع هذا الجرافيك اللي اعده لنا الزميل وليد محمود عن جدار البرد. اهلا بكم من جديد. الدكتور انور احمد شاهين اخصائي مكافحه العدوى وعضو الاتحاد الافريقي لمكافحه العدوى. يعني لو احنا قلنا انه جدري القرود انتشر بشكل ما في حتت معينه في مناطق معينه، هل ممكن ده نقول ان هو له علاقه بالقرود نفسها ام انه له علاقه ببعض الحيوانات؟ يعني في كانوا كتبوا انه له علاقه كان بالشعب، اعتقد نوع من الكلاب البريه، له علاقه من الحيوانات، في كلاب بريه انتقلت من مكان لمكان او حاجه زي كده. يعني هو اطلق عليها المونكي بوكس او يعني جدر القرود بسبب التجارب اللي عملوها في المعامل الامريكيه في وقت اكتشافه فاتعمل على القرود فهو اتسمى على هذا الامر. لكن هو الموضوع كان يعني في البدايه ان هو اكتشفوه ان هو عن طريق بعض الكلاب والقوارض، يعني حتى العدوى بتيجي نقطه القوارض او ممكن القرد يكون معدي، يعني مثلا ممكن يكون في برضه بعض القرود نفسها يكون فيها مصابه يعني. فنقطه الاختلاط بالحيوان بطريقه ما خصوصا اثناء العمل البحثي والبحث العلمي فبيختلط بطبيعه الحال بهذا الامر يعني ممكن مثلا لو حصل مثلا زي اي جرح، لو السائل بتاع الكلب ده او بتاع بعض القوارض اللي هو بيجري عليها البحث او التعامل مثلا هو عضه او ان هو باي طريقه ما هذا الامر بيؤدي للعدوى طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي انت نقطه القفازات ونقطه اي حاجه جلد معرض ان هو يكون فيه ان انت تتعامل في هذا الامر لازم تكون واخد احترازاتك القويه في هذا الامر. يعني عايزين تعرف اكتر على طبيعه الفيروس. طبيعه الفيروس نطمن يعني على طبيعه الفيروس. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه من الحاجات الفيروس، يعني انا مش ان شاء الله يعني باذن الله ممكن في خلال شهر شهرين يعني ده رؤيه شخصيه مش وليس يعني حاجه علميه بس رؤيه شخصيه ان في خلال شهر شهرين الامر ده هينتهي تماما.
يعني، وان شاء الله نبقى نتقابل تاني ان شاء الله يكون خلص باذن الله تعالى ان شاء الله. انا اقول لحضرتك فانا رؤيه شخصيه كده ليه يعني لهذا الامر. طيب هو مشكلته النقطه اللي في كذا نقطه ايجابيه في الامر، هو طبعا حاجه مفزعه وشديد ان نقطه مثلا في وفيات بتحدث، لكن لما نيجي نتكلم في الفيروس هو ليه اول حاجه هو دي ان ايه، فمعنى دي ان ايه ان هو نقطه الطفرات فيه نقطه صعبه جدا انها تحدث. تمام، فهو نفس العلاج لو هو مثلا لو ظهر ليه علاج فهيفضل العلاج بتاعه ليه المصل بتاعه من فتره بتاع الجدر القديم لحد دلوقتي يستخدم ويمشي زي ما هو. احنا كنا في الكورونا كنا كل شويه بنطور المصل. ليه؟ لان ده غير اللي قبل كده، لان ده غير اللي قبل كده. فانت متخيله ان كل شويه في خلال سنتين حصل كم تطور، لكن تتخيلي في 50 60 سنه مثلا لسه المصل لسه زي ما هو. أي. فدي اول خصائص من الخصائص بتاعته. تاني حاجه صعوبه الانتشار. تمام، يعني لصعوبه الانتقال من فرد لفرد او من الحيوان للانسان. فالامر بيصبح ان هو صعب. الحاجه الثالثه ودي المهم ان هو لا يتم العدوى في خلال فترة الحضانة، ولكن يتم العدوى في خلال الإصابة. فلما بيتم الإصابة طبيعي أصلا إن حد بيشوف هذا المنظر مع من لو في إنسان أو كده، الموضوع ده بيبقى بالنسبة له يعني صعب إن هو حتى يعني هو هيبقى في تخوف وفي كده. فدي كلها أمور بتؤدي إن إحنا إن الأمر ده بيقل بصورة كبيرة. النقطة الثالثة أظن النقطة الرابعة إن إحنا عندنا أساسا المصل والنقطة اللي هو في خلال اللي هو بيدمر نفسه بنفسه في خلال من 4 لـ6 أسابيع. فدي يعني ايه بيدمر نفسه؟ الفيروس نفسه بيتم الانتهاء منه في لو حصل عدوى، وبيتم الشفاء في خلال 6 أسابيع على اقصى حاجه. هو يعني هو ده نقول ان هو ما بتسببش الوفاه، يعني هو سبب وفاه. لما نيجي بقى نتكلم في نقطه الوفاه، مرتبه الريت بتاعته ضعيفه. يعني في اثنين عندنا في نوعين، سلاله غرب افريقيا وسلاله وسط افريقيا. سلاله غرب افريقيا وهي المنتشره دلوقتي الحمد لله، دي نسبه الوفاه فيها تكاد تكون منعدمه وتصل ل 1%. تمام، عشان كده ما فيش اي حاله وفاه حصلت حتى الان يعني. تمام، طب السلاله الاخطر شويه اللي هي وسط افريقيا. دي سلاله دي نسبه الوفاه فيها يعني تكاد تصل ل 10%. فبرضه مش نسبه كبيره، وان كان دي اقصى خطوره ليها. طيب هل الامر ده يدعونا للتهاون؟ لا طبعا. على الاقل نقطه الانتشار المعرفي عن هذا الامر. ايوه. بدون تهويل او تهوين. بدون تهويل ده خالص، يعني الامر مش موضوع ساعات بيوصل للموضوع لفزع دائم مستمر. للناس والدول ان هي مثلا تسبب خسائر للدول مثلا بسبب ان يعني الفزع الدائم مثلا ان هو الامر يزيد بصوره كبيره، ان الناس وكثره الشائعات زي في البدايه مثلا في بدايه كورونا زي ما حضرتك شايفه زي ما حضرتك كنت كلنا عاصرنا هذا الجو وكميه الاشاعات الرهيب يعني كل حاجه فيها. فاحنا بنتكلم ان امر نكون عارفينه، فانتشار الوعي على الاقل هذا الامر. الحاجه الثانيه نقطه الامصاب ان هي موجوده ومتوفره، وللافراد اللي بيتم التعامل مع الحالات دي بيتم تطعيمهم بهذا الامر. طب الدول دلوقتي الاساس عندها ايه؟ الاساس عندها يعني مصر يعني الحمد لله ما فيش اي اصابه بفضل الله يعني، والتخوف يعني قصدي نقطة الأخذ في الاحتياطات خدوا بصورة كبيرة، وتم تعميم على جميع المستشفيات بأخذ احتياطاتهم، واللي حتى على يعني حتى عن طريق المعرفة يعني لازم يكون كل الأطباء عندهم المعلومة. النقطة الثانية نقطة الحجر في المنافذ البرية والبحرية، كل المنافذ بقى موجود عليها نقطة اللي هم الأطباء والحجر الصحي والكشف، وخاصة مع الدول اللي هم مصابة. أو حدث فيها إصابات أو الدول اللي فيها أوبئة. فالنقطة دي الحمد لله احنا واخدين احتياطاتنا فيها بصورة الدول اللي حصل فيها إصابات لغاية دلوقتي بالنسبة للجدري القرود ايه هي يا دكتور؟
عندنا طبعا من ضمن الحاجات المهمه زي اول في اول بلد ظهر فيها كان نقطه انجلترا، وظهر دلوقتي صوره يعني صوره يعني اكبر عدد، لكن هي يعني عدد مش كبير، بس طبعا ظهر عدد فيها ما يقارب 60 حاله، ظهر في اسبانيا، ظهر في البرتغال، يعني اسبانيا تخطت 20 حاله، البرتغال تخطت ال 30 حاله تصل ل 40، ظهر في المانيا، ظهر في اسرائيل، ظهر في تعتبر قريب ظهر في الأرجنتين، ظهر في أستراليا، ظهر في أمريكا، ظهر في كندا، الدول كلها دي ظهر فيها. فدي طبعا نقطة الانتشار، وأنه ينتشر في قارات وأماكن مختلفة ومتباعدة، فدي طبعا دي القلق في الأمر، والقلق هنا وخصوصا كمان أنه حارزة قلت المطارات، وحتى طبعا الحيز المكاني سريزة يعتبر قريبة مني طبعا. احنا توقف مع هذا التقرير لزميل نصر علي حول تأكيدات وزارة الصحة على عدم وجود إصابات أو حالات مشتبه بها بمرض جدري القرود. نشوف نرجع لحضرتكم تاني. حالة من الفزع حول العالم أثارها إعلان دول عديدة لتسجيل إصابات بمرض جدري القرود. يأتي هذا فيما أكدت وزارة الصحة المصرية متابعتها الدقيقة لوضع انتشار الفيروس حول العالم بشكل مستمر، وأنه لا توجد أي حالات مصابة أو مشتبه فيها في مصر حتى الآن. حتى الآن لم يتم تسجيل حالات بجدري القرود في مصر. ايه اللي عمل قلق في العالم كله؟ ان حضرتك حتى امس سجل 100 حاله في اكتر من 12 دوله، معظمهم داخل المملكه المتحده. المرض بينتقل، ده فيروس المفروض كان بينتقل من القرود الى القرود حتى عام 1970، لكن اللي حصل ان الفيروس تحور وانتقل من القرود الى الانسان. بينتقل عن طريق اتصال جسدي بين شخص وشخص اخر عنده طفح جلدي، بينتقل عن طريق افرازات الجهاز التنفسي، بينتقل عن طريق الانف لو الفيروس موجود وتم استنشاقه، بينتقل عن طريق العين. بتظهر الصوره المرضيه دي المهمه جدا لاي حد يتوخى الحذر به، ان هو في احتكاك بشخص عنده طفح جلدي، بتظهر ارتفاع في درجه الحراره فوق 38 لمده 3 ايام، بيبدا من اليوم الرابع طفح جلدي على منطقه الوجه، منطقة الفم، بياخد اليدين والقدمين. الطفح الجلدي ده مميز، أول يوم بيظهر، تاني يوم بيتحول إلى حويصلات مائية بسيطة جدا، بيبقى فيها سائل، ما بتزيدش ارتفاعها عن الجلد عن 1 ملي. اليوم اللي بعديه هذه البصرات الحويصلات دي بتتحول إلى بصرات يعني السائل اللي جوه بقى سائل أصفر. بعد كده في اليوم الرابع واليوم الخامس الطفح الجلدي بيزيد، الطفح الجلدي ده معدي جدا، بيتحول إلى قشور. المرض حتى الآن لم يسجل حالة وفاة واحدة من بين 100 حالة اللي سجلوا على مستوى العالم، فحتى الآن المرض غير مميت، حتى الآن لم يسجل حالات في مصر، لكن لازم الناس تبقى عارفة الصورة الماضية. الدولة يعني عملت مشكورة، عملت اللي عليها وأرسلت منشور فيه تعريف تام لموضوع طبعا اللي هو الجدري الجديد ده، بحيث ان هي تعرف نوعية المرض شكله ايه بالظبط، الميكروب بيجي ازاي، بينتقل عن طريق ايه. التوعية برضو للاطباء نفسهم يكونوا عارفين المرض بيتكون ازاي وبيعمل ايه، وازاي يقول للمريض يتفادى المشكلة نفسها. طبعا في دور طبعا على الانسان نفسه، مجرد ان هو يقرا المنشور ده ويعرف ايه التوعيه بالظبط. فطبعا بعد الكوارث اللي حصلت السنين اللي فاتت دي ما نخافش من موضوع جدري القرود، اسم يخوف شويه لكن ما نخافش ان شاء الله. لو اي حد عنده اي انواع من الطفح على الجلد او تقرحات يتم الابلاغ مباشره، ما يخافش يروح لاقرب مكان او مركز صحي. استراتيجية شاملة تنفذها الحكومة المصرية لمنع دخول الوباء إلى مصر، ولكن يبقى وعي المواطن هو رمان الميزان في إنجاح جهود الدولة ومنع انتشار الأمراض الوبائية وحماية أرواح المصريين. أهلا بكم من جديد. ده دكتور أنور أحمد شاهين، أخصائي مكافحة العدوى، عضو الاتحاد الأفريقي لمكافحة العدوى. يعني يمكن في سؤال بيطرح نفسه على الساحة، وهو إيه أسباب انتشار المرض في هذا التوقيت؟ يعني إحنا ما كدنا أن نخرج من هلع وفزع
الكبير اللي على حق بقى كورونا لكل يوم له تحور جديد، حتى ظهر لنا جدري القرود. واحنا شايفين حركة اشارت دلوقتي، اتفضلت بالاشاره ان الاعداد ليست مرعبه، يعني هو موجود وانتشر في كذا دوله ومتفرقين ما لهمش دعوه بافريقيا وكل حاجه، لكن الاعداد ليست بهذا القدر من الكثره حتى ترعب العالم. تمام، احنا بس في زي ما كنا بنتكلم في في نقطتين مهمين. نقطة الهلع اللي كان موجود في السابق، تمام، لما يحدث اي عدوى وتنتشر في كذا دولة دي الواحد بيخاف منها. لكن مثلا لما انا ابدا أنا، لكن لما يكون المرض محاصر في مكان واحد مكان اتنين وهو في عدوى بتيجي وبتروح، ببدا ان انا مفيش مشكلة وان انا اقدر ان انا اواجهها بصورة معينة في مكانها. لكن لما ابدا ان انا الاقي ان هو بينتشر من دولة لدولة من قارة لتانية لقارة تانية، ان الموضوع بدا يعني يشد ولو بنسب بسيطة. طبعا هو النسب بسيطة جدا ومفيش يعني الفزع كبير. احنا بنتكلم ان احنا نقطة الوعي احنا بالنسبة لنا خلاص. ممكن يعني WHO هي بتتكلم حطتها على زي طاولة المشاكل الموجودة واعلنت عنها واظهرتها، عشان زي ما قلت لحضرتك حاجتين، ان هو الانتشار من مكان لمكان تاني اخر غير البيئه بتاعته غير الحاجه المستصاغه اللي كانت موجوده عنها قبل كده، والحاجه الثانيه نقطه زياده الاعداد عنها عن سابقا. كانت السابق كانت السنه كلها ممكن تصل ل 100 حاله والامر يعني كان بيبقى زي ملموم يعني، فهو خوفا من ذلك. طيب احنا بالنسبه لنا اللي هي نقطه اللي حضرتك كنت بتسالي فيها اللي هي نقطه ان احنا دخلنا، هل هو ده الموضوع ده معمول، هل هي فيها نظريه مؤامره، هل هما احنا نطلع من وباء نخش في وباء. بس بتكلم في حته اللي هي ساعات يعني بيعزل العلماء او يعني الحاجه اللي موجوده دلوقتي كعلميا وان كان بصوره مبسطه يعني لسه مش هي دي الامر اللي انتهى ليها، لكن بيقولوا اللي هي نقطة إن المناعة في الفترة اللي فاتت عند معظم الناس تأثرت بنقطة العدوى اللي جت مثلا عند بعض الأفراد من نقطة عدد الكورونا، بعض الأدوية كثيرة وكثيفة اللي الناس خدتها، فالأمر بدأ إن هو يؤثر على المناعة، فبدأ تظهر أو بدأ إن هو ممكن يتقبل هذا الأمر من الحاجات القديمة من الفيروسات القديمة. الحاجة التانية نقطة السفر بعد الإغلاق التام اللي كان موجود، وبدأ إن هو يعني الأمر يتفتح وبدأ الاحترازات تتشال كلها، فبدأ هذا الأمر موجود، ويعني ممكن برضو بعض العادات الخاطئة اللي ممكن تكون موجودة هي ممكن تكون برضو أظهرت هذا الأمر. إحنا يعني وزارة الصحة عندنا حياة شددت إجراءاتها الجوية والبحرية، خاصة دول غرب أفريقيا تجاه هذا الوباء، حضرتك شايف ده إزاي؟ طبعا حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي مصر طبعا بتعملها مع أي وباء إن هي بتنشر المعلومة والنقطة اللي بتواجه هذا الأمر بالمعرفة والعلم الأول حتى عند المختصين وعند الناس الممارسين اللي هم الطبيين والطاقم الطبي كله يكون عنده المعلومة. أنا في مستشفى والمعلومة جات لنا لحد عندنا حاجه شامله عن الفيروس عن هذا الامر يعني كامل. والنقطه دي حاجه نقطه اللي هي المواجهه المعرفيه والعلميه، اذا لا قدر الله لو حصل اصابه ما يبقاش احنا متخوفين، لا احنا مستعدين لاي حاجه في هذا الامر يعني. طيب الحاجه الثانيه نقطه اللي هي المنافذ البريه البحريه والبريه اللي مع الاماكن اللي المصابه والموبوءه بهذا الامر. فدي خط الدفاع بتاعك الاول بالزبط. سواء اللي خارج من عندك ياخد المصل، سواء اللي جاي من بره ان هو يتحط في الحجر لمده فتره الحضانه لحد ما نشوف هذا الامر او يتم اختباره وعمل التحليل ليه ويتم الافراج عنه. حضرتك شايف انه مثلا الاماكن اللي فيها يعني حيوانات، محلات بيع الحيوانات او الناس اللي عندها حيوانات في بيتها، هل دول بيحتاجوا نوع من انواع الحذر وخصوصا محلات الحيوانات ده محتاجين نوع من الحذر او الرقابه اكتر؟
هو طبعا يعني بعد هذا الامر المفترض ان يبقى في ان انا كل فتره ان انا اطمن يكون الطبيب البيطري ان انا طبعا ان انا اكون كل فتره متابع معاه عشان هذا الامر واعرف تغير السلوكي وتغير المرضي بالنسبه للحيوان اللي عندي اللي انا مثلا بقنيه او عندي وبربيه مثلا في بيتي او بتعامل معاه ان انا لازم اشوف كل فتره. الحمد لله هو مش موجود عندنا الحمد لله عشان نبعد هذا الامر وهذا الخوف عنه. لكن عموما ده امر عام ان انا لازم يكون في كشف دوري بالنسبه للحيوانات حفاظا عليهم وحفاظا على نفسي وحفاظا على بيتي والاطفال اللي عندي. لو جينا يعني جينا نتكلم على كورونا, حضرتك شايف ازاي بقى تقييمك للمشهد العام بعد احنا نعتبر وصلنا فين كورونا بعد ما كده يعني العالم ابتدى يدخل في مشكله تانية غير مشكله كورونا, احنا بالنسبه لنا احنا اجتازنا هذه المشكله؟ الحمد لله يعني بفضل الله يعني من الدول اللي تعاملت بصوره عقلانيه في هذا الامر. كنا الحمد لله كانت مصر بصوره عقلانيه بعيد عن التهويل والتخويف الفظيع اللي كان حاصل. لا مصر كانت بتتعامل بصوره عقلانيه بدون تهويل ولا تهوين, وكنا الحمد لله وصلنا بها لبر الامان. الحمد لله مستشفيات واقسام كثيره كانت مفتوحه لهذا الامر. دلوقتي الحمد لله من بسبب قله الاعداد وقله المصابين بصوره كبيره جدا, فالحمد لله في اقسام الحمد لله بدات تغلق لهذا الامر. الحمد لله الاعداد المترددين حتى للكشف عنها بقى قليل جدا. نقطه اللي هي العزل ونقطه العنايه للكورونا المصابين بالكورونا الحمد لله امر بدا ان هو الناس تتعايش معاه. النقطه اللي طبعا من ضمن الاسباب المهمه في هذا الامر نقطه زياده الوعي والمعرفه والتعامل الجاي مع الامر, نقطه الاحترازات واللي كان الناس بتاخدها, النقطه الثالثه والاهم نقطه التطعيم. كان ده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي تضرب الدايره التي يعني في الاصابه دايره مفرغه للاصابه, ان ده مصاب ده يصيب الثاني ده يصيب الثاني كده. الحاجه طبعا نقطه الذاكره المناعيه, نقطه كثره الاصابات والمناعه, الجسم نفسه بيبدا يتاقلم مع هذا الامر ويبدا يخزن معلومات عن الفيروس اللي بيصيبه فيبدا يواجهه زي بالظبط مع الذاكره المناعيه والاصابات مع التطعيم اللي تم اخذه. الحمد لله بدا الاعداد تقل مع دخله الصيف, الامور دي كلها بدات الحمد لله تقل بصوره كبيره. ان شاء الله لو سمحت توقف عن مفهوم الذاكره المناعيه. يعني ايه الذاكره المناعيه؟ الذاكره المناعيه دي اللي يعني مثلا في فيروس داخل الجسم تمام, الجسم هل عنده معلومه عنها عن هذا الفيروس وكيفيه مواجهه ولا ما عندوش؟ لو عنده تمام فهيبدا يواجهه, فهتبدا الاصابه بتاعه الفيروس ده تقل بصوره كبيره جدا او لا تحدث او تحدث بصوره ضعيفه تمام. لكن لو ما فيش الاصابه هتبقى قويه جدا خلاص. طيب لما بيحدث الاصابه بتحدث الجسم بيبدا يتعرف عليها ويكون حاجه اسمها اجسام مضاده مواجهه لهذا الامر تمام. طيب احنا بالظبط لما حضرتك لما نيجي نبص لاصابه فيروس كورونا في الاول اللي اصيب في الاول كانت الاصابات شديده والناس امر كان شديد عندهم وقوي تمام. بعد كده بدات الاصابات عند الناس بتيجي مشابهه لنزله البرد. ليه؟ هل هو ضعف ولا برضه ولا الجسم بدا ان هو ياخد مناعه ومعرفه لمواجهه هذا الفيروس؟ بالظبط. احنا مكملين في كورونا لكن نتوقف مع هذا الاتصال التليفوني مع الدكتور وائل صفوت عبد المجيد استشاري البطنه العامه وعضو الاتحاد الدولي لمكافحه العدوى, وبنتكلم عن موضوع جدري القرود. وحضرتك شايف ان احنا امام فيروس جديد بيهدد العالم, ايه راي حضرتك فيه؟ استاذ حنان اشكرك شكرا جزيلا على الاستضافه, ودايما طبعا بتربطوا الضوء على حاجات مهمه بس بالتاكيد موضوع حق يعني هو مش للدرجه المرعبه. احنا من كتر ما عانينا من كورونا على مدار سنتين ويعني ابتدى العالم يتنفس الصعداء بقى ظهر الكلام بقى على جدري القرود. هو طبعا نوع من انواع الجدري كان منتشر ما بين القرود في 1958 تم اكتشافه في الكونغو والدول وسط وغرب افريقيا, وانتقل من الحيوانات للانسان وبدات الظهور حالات في السبعينات تقريبا وتكررت كل سنه تقريبا او اكثر بالذات طبعا في جنوب في وسط وغرب افريقيا برضه.
انما الموضوع الحالي ليس مقلقا لان انتقاله ضعيف. التطعيم او اللقاح الخاص بالجدري للعالم كله تقريبا او يعني كل الاطفال العالم خدوه تقريبا بيبقى فيه فرصة او 80% من النتيجة بتبقى بيقي من الاصابة يعني بالجدري القرود. نعم. الانتقال من شخص الى اخر محتاج فترة طويلة من التلامس، لا ينتقل مثلا عبر الهواء. الشخص المصاب يبقى باين عليه بعض الطفح الجلدي، فبيبقى واضح. الناس ما بتعرف بالظبط. فالدنيا مش مقلقة، وطبعا كمان يعني اللي بيهدي الدنيا شويه كمان ان في رصد جيد جدا للحالات، عدد قليل جدا، وفي لقاح خاص بيه هو شخصيا بالمرض جدري القرود، وفي دواء ولكنه لا ينتج يعني على مستوى كبير لان الحالات بسيطه. احنا بنتكلم في 100 حاله او 120 حاله تقريبا في العالم كله يعني. نعم. دكتور ايه الحالات لو عندك رساله للمواطنين حابب تقول لهم ايه؟ هو بالتأكيد الحل دائما في يد الشخص أكبر وأهم من أي حاجة تانية من لقاحات أو أدوية، هي الوقاية. الوقاية في الفيروسات بالتحديد هي النظافة الشخصية واستخدام مواد خاصة بالشخص، مش ما استخدمش حاجات مشتركة مع حد. بالتأكيد التهوية ورفع المناعة بصفة عامة للشخص. في حالة الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الهواء لازم التهوية بشكل جيد والشمس، انما في الحاجة اللي زي موضوع الجدري القرود اللي هو انتقال عن طريق التلامس يفضل طبعا ان احنا يبقى فيه تطهير للايد وغسيل الايدي باستمرار. ده بشكل مجمل. بالتأكيد لو حصلت اصابة بعد كده الشخص بيلجأ يعني لا يخاف ولا يعني يرتعب. الامور في الفيروسات بالذات بقت فيها تقدم جيد. موضوع كورونا ده كان يعني خرج عن النواميس والإطار إلى حد كبير، بس الحمد لله حصلت السيطرة بقى من اللقاحات ووعي الناس الحمد لله. يعني اعتبر دكتور قال أنه رسالة حضرتك للمواطنين فيما يتعلق بجدري القرود أن هي مطمئنة. جدا. العالم كله ومنظمة الصحة وكل الأبحاث كلها بتؤكد أنه هو انتقاله ضعيف بسيط، حالات بسيطة اللي موجودة، مش هينتشر، مش هيحصل مشاكل كبيرة. الدواء والعلاج موجود، اللقاحات اللي احنا كلنا بناخدها من سن الطفولة هتبقى كافية، اللي هي بتاعت الجدري العادي يعني. طب احنا في ختام هذا اللقاء بتوجه شكر للدكتور وائل صفوت عبد المجيد استشاري البطنة العامة وعضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا عبر الهاتف. واحنا بنرجع لملف تراجع فيروس كورونا للزميل أشرف عبد المقصود وقدم لنا هذا التقرير حول هذا الموضوع. حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها ليبلغ متوسط عدد الإصابات اليومي بالفيروس حتى مطلع هذا الأسبوع 5 إصابات، وذلك وفقا لإجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. كما بلغ متوسط الوفيات اليومي 2 جديدتين، كما بلغ متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا 23 متعافيا بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445,591 متعافيا. من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان أن المخزون الاستراتيجي من لقاحات كورونا يكفي 50 مليون مواطن، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات تتوفر للمواطنين بالمجان من سن 12 إلى 18 عاما ومن 18 عاما فيما فوقه، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات آمنة وتخضع للفحص الكامل مرتين قبل دخول البلاد وبعد تخزينها. وتشير لغة الأرقام أن نسبة التطعيمات بلقاح كورونا اقتربت من 60%، حيث بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 45.5 مليون مواطن، بينما عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 35 مليون مواطن، بينما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية 3 ملايين مواطن. ومع انطلاق المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب للتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا،
يتوقع الوصول إلى نسبة 70% مناعة من التلقيح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري. ورغم التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا، إلا أنه يجب التأكيد على أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينتهي، حتى وإن كان ليس بالقوة التي كان عليها في الفترات السابقة. لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. دكتور عمر احمد شاهين، اخصائي مكافحه العدوى وعضو الاتحاد الافريقي لمكافحه العدوى، واحنا بنتكلم عن يعني الفيروسات، وطبعا كورونا هو يعني المخيف اكثر زي ما قلنا. هل بالنسبه للمتحورات احنا بنتوقع متحورات جديده بالنسبه للكورونا؟ دي طبيعه الكورونا. ده طبيعه الفيروس ده. ليه؟ لانه زي ما كنت بقول لحضرتك، هو ار ان ايه، احد الشريط النووي. فهو لو حدث فيه اي خلل، ما فيش الشريط الثاني اللي هو اللي موجود قدامه اللي يحدث ويصحح هذا الخلل او الخطا اللي حصل. فالموضوع بيبدا يحدث طفرات. الطفرات تنقسم يعني لحاجتين، يا اما حاجه هتبقى بتقويه او تضعفه. تمام. الحمد لله كل اللي حصل الفتره اللي فاتت كانت بتضعف الفيروس، وكانت يعني كنت مع حضرتك المره اللي فاتت انا قلت لحضرتك فده يعتبر تطعيم مجاني للناس كلها، اللي هو كان الاوميكرون، كان هذا الامر انتشار سريع جدا واعراض خفيفه جدا. فهو ده اللي انا محتاجه، هو ده التطعيم اللي انا باخده. ان انا باخد التطعيم ده بالنسبه لي كعدوى، ناخدها بحيث ان الجسم يتم تنشيطه ليواجه هذا الفيروس. يعني انا هتوقع ان احنا ممكن هنعيش مع الكورونا كانه انفلونزا. هو بالظبط احنا كده خلاص، بس هو بقى خلاص هيصيبنا واحنا هنعدي منه، مش هيبقى فيه وفيات زي الاول. بالظبط، هتبقى بس يعني موجات او كل فتره كده، اللي هي بالظبط زي الانفلونزا، حاجه تطعيم سنوي احنا بناخده وخلاص، مفيش اي مشكله، ودور بسيط بنعدي منه ان شاء الله. بما اننا بنتكلم على المناعه والادويه اللي احنا اخذناها وعملت لنا مشاكل في حته تانية، حضرتك هتقول لنا ايه عن المناعه؟ طبعا زي ما قلت حضرتك، اللي هي كنا دايما نتكلم في نقطه المناعه، محتاجين نحافظ على صحتنا كويس جدا، واكلنا وغذائنا ونومنا كويس جدا، عشان ده هو ده الحاجز وخط الدفاع بتاعك انت. فانت قوي مناعتك كويس جدا، هتلاقي ان شاء الله افضل بالنسبه مش بس المونكي بوكس ولا كورونا، لا بالنسبه لامراض كتير بتواجهنا في حياتنا في هذا العالم السريع اللي بتحدث فيه. يعني شوف كل شويه بدي هذا العدوى دي مثلا منتشره، ممكن مثلا يكون في عدوى مثلا غير منتشره مثلا. فانت قوي مناعتك، قوي جهاز مناعتك كويس جدا، بالنوم باوقات كافيه وبدري، ان انت مثلا تنام الوقت الليلي ده من ضمن الحاجات اللي انت لو ما نمتهاش ودايما تنام الفتره الصباحيه دي من ضمن الحاجات اللي بتضعف مناعتك. حاجة تانية الأكل الصحي، الشرب الماء الكافي، البعد عن الأكل اللي هي اللي فيه الوجبات السريعة وما فيها من مشاكل، الحاجات اللي فيها مكسرات طعم ولون ورائحة، الحاجات دي اللي بتضعف مناعة بطريقة صعبة جدا حتى على أطفالنا. نعم، احنا يعني والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيويه اكيد، وبعدين بعد الحاله النفسيه يعني كل واحد يروق دمه كده. في ختام هذا اللقاء بنتوجه بالشكر للدكتور انور احمد شاهين، اخصائي مكافحه العدوى وعضو الاتحاد الافريقي لمكافحه العدوى. شكرا جزيلا لحضرتك. شكر موصول للزملاء في استوديو 2، هذه تحيات فارس عزام رئيس تحرير، زميله عبير صلاح، وهذه تحياتي حنان عبد الحليم. بكرة إن شاء الله أسرة عمل جديدة وملفات. إلى اللقاء. لكن نقدر نقول من خلال نظرة تفاعلية